بقى نكمل إن شاء الله. موضوع ضبط الجودة وتوكيل الجودة يعني نتكلم فيه كتير في الكام محاضرة اللي جايين، ماشي، المحاضرة الجاية تحديدا، وطبعا النهاردة، لأن احنا النهاردة برضو بنتكلم على اختبارات، فالتوجيه ضبط وتوكيل الجودة الاتنين بيتموا باختبارات. هنتكلم أكتر فيه مع طلبة المشروع إن شاء الله، يعني هن هن لأن الموضوع فيه حاجات كتيرة، فهنجو فيرزر في الموضوع ده مع طلبة المشروع إن شاء الله. وأي حد عايز يسأل في أي حاجة ما فيش مشكلة، أنا ما عنديش مشكلة إن أنا أقدر أجاوب عليكم في القصة دي. خلينا نقول الأجريجيت الأول زي ما اتفقنا كده. الأجريجيت يا إما يبقى أجريجيت طبيعي، يا إما يبقى أجريجيت مانيفاكتشرد، والنوع اللي بنستخدمه في الطرق هو الأجريجيت المانيفاكتشرد اللي هو بيبقى جاي من ناتج تكسير كسرات. احنا كنا عادة بنعمل رحلة لطلبة المشروع لخلاطة أسفلت، لأن الأسفلت طبعا الخلطة يعني بيتم إنتاجها في خلاطات، وبتجيلنا الموقع في عربيات نستخدمها على طول في الموقع. طبعا بنستخدمها بعد ما بنقيس درجة حرارتها، وبنتأكد من خواص معينة لازم تكون متوفرة فيها قبل ما نشتغلها. وبنروح عادة برضو، انت لما بتبقى مهندس في مشروع معين من الحاجات اللي المفروض ان انت تعملها ان انت تروح تزور الخلاطة اللي الشغل هيجيلك منها لو في إمكانية لده، تعرف المسافة قد ايه الزمن يعني عشان تتأكد من ان الأسفلت لما بيجيلك ما بيكونش فقد خواصه. يعني انا ليا في الموقع درجه حراره بقيسها، ماشي، عشان اتاكد ان هو في حدود درجه حراره الدمج، هنتكلم عنها الاسبوع الجاي. لكن كمان ما هو ممكن يجي لي في درجه حراره الدمج بس الخلاطه على بعد ساعتين، فهو قال لي درجه حرارته قد ايه في الساعتين دول، فدي مشكله. ما هو ده معناه ان هم عشان يوصلوه لي مثلا ساي عند الموقع على درجه حراره 135 وهو قعد له يجي ساعتين في الطريق ولا حاجه، فهم مسخنينه اكثر من 160 في الخلاطه، فدرجات الحرارة دي حاجة مهمة جدا، الأسفلت حساس لدرجات الحرارة. خلينا الأول نتكلم على خواص كل مكون من مكونات الخلطة، وبعدين نتكلم المرة الجاية إن شاء الله عن الخلطة. فهنبدأ بالأجريجيت الأول. الأجريجيت زي ما اتفقنا عموما، لو بنتكلم على الأجريجيت عموما فهو مجموعة من الأحجار، سواء كانت أحجار طبيعية زي الزلط أو الرمل، أو أحجار manufactured هي برضو طبيعية، احنا ما بنخترعهاش في المصنع، هي موجودة في الجبل، بس موجودة في الجبل بمقاسات مش مناسبة للشغل بتاعنا، فبتروح الكسرات عشان يكسروها وتبقى مقاس مناسب للشغل بتاعنا. هي حبيبات منفصلة، في الاخر هي بنحطها في الانباوند ماتيريالز او بناخدها نربطها مع بعضها باسفلت عشان تمثل لنا الطبقة الاسفلتية او الخلطة. بما ان جايبينها من الجبل زي ما قلنا، فهي ممكن يكون فيها مواد مش مرغوب فيها، مواد زي الكلي والسلت، والمواد دي لازم برضو نشوف نسبتها منها قد ايه عشان ما تأثرش على خواص الخلطة اللي عندي. بتستخدم فين في البيفمنت؟ هي طبعا بتستخدم مكون رئيسي في الخرسانة وفي الأسفلت كخلطة، لكن كمان بتستخدم في بمقاساتها المختلفة يعني في الأندر لاينج لايرز اللي هي الطبقات التحتية في الأسفلت زي البيز وزي السبيز، ماشي. معلش السلايد معلقة، ثواني. ماشي، انا كنت برجع بس الميكروفون بتاعي، في حد عمل لي ميوت فكنت برجعه تاني. وبالنسبه للاسفلت هو بيكون من اكتر من 80% باي فوليوم، ومن 92 ل 96% باي ويت. احنا طبعا ان شاء لا الله احنا لما نيجي، ما سمعناش الجزء الاولاني يا دكتور. انا عارفه كان الميكروفون ميوتد ما اعرفش ليه، فانا رجعته تاني. الاجريد كمكون من مكونات الخرسانه بيمثل 60 ل 75% باي فوليوم،
و79 ل 85% باي ويت كمكون من مكونات اي سي نقصد بيها اسفلت كونكريت، واسفلت كونكريت نقصد بيها الخلطه الاسفلتيه. الاسفلت الاجريجيت الركام بيكون حوالي 80% او اكتر من الخلطه الاسفلتيه باي فوليوم وباي ويت بالوزن من 92 ل 96%. ان شاء الله لما نيجي نشتغل تصميم الخلطه هنعرف ان احنا بنصمم الخلطه الاسفلتيه بالوزن مش بالحجم. ماشي. طيب ايه الحاجات المهمه اللي انا عايز اعرفها في الاجريجيت؟ اول حاجه زي ما قلنا كده الجريديشن التدرج، فبنعمل سيف اناليسس خلاص بنرسم منه منحنى التدرج. المفترض ان احنا بنحاول اننا نحقق تدرج كثيف عشان التدرج ده هو اللي هيأثر لي بعد كده على الخلطه بتاعتي، والخلطه بتاعتي انا عايزها تكون كثيفه عشان تتحمل الاحمال الواقعه عليها. فبيبقى عندنا في المواصفه حدود للتدرج عند كل فتحه مينيمم وماكسيمم. ماشي. واحنا عايزين نحقق التدرج ده بيجي لنا بقى كذا 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 نوع من كذا تدرج للركام. زي ما قلنا كده يجي لي سن واحد، يجي لي سن اتنين، يجي لي رمل، يجي لي بودره. انا عايزه اجمع دول مع بعض بحيث ان هم يدوني التدرج التارجت جريديشن بتاعي. هنشوف الحكايه دي المره الجايه في تصميم الخلطه. تاني حاجه، حاجه اسمها البارتكل شيب والسيرفيس تكشر. الخرسانه مطلوب فيها، لو احنا بنتكلم على خرسانه يعني، الخرسانه مطلوب فيها ان الحبيبات تكون مدوره زي الزلط كده. فالزلط بيستخدم في الخرسانه اكتر، ما ينفعش يستخدم في الاسفلت. فشكل الحبيبات المدور في الخرسانه بينفعني في ايه؟ تشغيلية الخرسانة. برافو عليك، بيشفعني في انه بيحسن لي الوركابيليتي. الحبيبات المدوره دي لما انا اجي ادمج الخرسانه داخل الفورم بتاعتها، الحبيبات المدوره دي بتتزحلق كده فوق بعضها فبتحسن لي الوركابيليتي. فلما يحسن الوركابيليتي اضمن ان انا دمجت الخرسانه كويس واوصل لاحسن دنسيتي، احسن كثافه فيها. في الاسفلت احنا مش عايزين الحبيبات الحقيقه تتزحلق فوق بعضها لسبب بسيط، انه انا دلوقتي انا عايز الحبيبات تبقى خشنه ويحصل ان هي، فاكرين واحنا كنا بنتكلم على ريزيليا مودلس من شويه، تسند على بعض، لان هي هيحصل عليها ضغط وتكرار الحمل كتير، فهي بتندمك. وقت ما انت ما بتعمل الاسفلت وتحطه على الطريق تفرده هتدمكه بالهراس ماشي، لكن هي برضو بتكمل دمك بعد كده بالاحمال المروريه اللي بتعدي عليها. فلو بدات تتزحلق فوق بعضها مش هتديني قوه التحمل اللي انا محتاجها. انا عايز السيرفيس تكشر بتاعي يكون خشن ماشي. عشان كده في الاصل ما بستخدمش حبيبات مدوره ولا حبيبات ناتشرال طبيعيه، بستخدم حبيبات مانيفاكتشرد ناتج تكسير كسرات عشان الاسطح بتاعتها تبقى خشنه، عشان الاسطح الخشنه والانجلر الزاويه دي تديني انترلوك ما بين الانترلوكينج افكت ما بين الحبيبات وبعضها، الحبيبات تسند على بعض وتبقى تخشن مع بعض، تقوم تديني قوه تحمل اعلى للخلطه اللي انا عايزه اعملها. فمن الحاجات المهمه اللي بنعملها في المعمل ان احنا نعين البارتكل شيب والسيرفيس تكشر. السيرفيس تكشر بيعبر عن خشونه السطح اللي هي عدد الاسطح المكسره اللي موجوده فيه. البارتكل شيب بيعبر عن شكل الحبيبات. طب انا شكل الحبيبات بتاعي هيبقى يفرق معايا في ايه؟ في حاجه اسمها الفليكي والالونجيتد بارتكلز. فليكي نقصد بيها الحبيبه المبططه، الاختبار ده اسمه فليكي اند الونجيتد بارتكلز تيست، اللي هو نسبه الحبيبات المبططه والمطوله الطويله. الونجيتد الحبيبه تبقى طويله. طب انا يفرق معايا في ايه الحبيبه المبططه والحبيبه الطويله؟ المقاومه. الايه؟ المقاومه لما الاحمال تمر عليه. يعني انا الحبيبه المبططه دي ماشي، طالما بعد من ابعادها بقى صغير يبقى الانيرشيا في الاتجاه ده بقت ايه؟ ضعيفه. صغيرة. يبقى لما يعدي عليها، احنا عربيات نقل راحه جايه فوق الاسفلت ده، وعربيات النقل دي تقيله، لما تبقى الحبايه طويله ماشي، طويله في اتجاه معين او مبططه في اتجاه معين، ما هو لما تعدي عليها الاحمال دي هتنكسر
انا مش عايزها تنكسر، انا عايزها تبقى يتم كسوتها بالاسفلت من كل الاتجاهات ويلزقوا كلهم في بعض، ويكون النسب ما بين الاطوال بتاعت الحبيبات مش متفاوته قوي، الاطوال بتاعت الابعاد يعني الثلاث ابعاد بتوع الحبيبه يكون مش متفاوته قوي، بحيث ان هي لما يعدي عليها المرور ما تنكسرش. انا مش عايز الركام بتاعي يتهشي، ماشي؟ فعشان كده بشوف موضوع البارتكل شيب والسيرفيس تكشر دول، عشان اشوف نسبه المبطط والطويل كام، شكل السطح عندي خشن ولا لا عشان خاطر الحبيبات تسند على بعضها، الهاردنس بتاعت الحبيبات، التفنس بتاعت الحبيبات، الساوندنس بتاعت الحبيبات، نسبه الديلتيريس ماتيريالز قد ايه، ايه الهاردنس والتفنس والساوندنس، قوه التحمل بتاعت الحبيبات، الساوندنس، الحبيبات دي لما تتعرض للعوامل الجويه هيجرى لها ايه. ففي اختبار اسمه اختبار الساوندنس، مش هنشرحه دلوقتي بالتفصيل، ان انا باخد الحبيبات دي وبنقعها في محلول، ماشي؟ المحلول ده بيمثل طبعا انا العوامل الجويه اللي هيتعرض لها الاسفلت بتبقى على مدار عمر الرصف يعني سنين، ماشي؟ انا مش هقعد في المعمل سنين عشان خاطر اختبر الحبيبات، انا عايز اختبر الحبيبات في مده قصيره تعبر لي عن سلوكها اثناء السنين اللي هيحصل فيها الويذرنج من احوال الجو، يعني يحصل ان الحبيبات تبلى بسبب العوامل الجويه. فهعمل الكلام ده ازاي؟ بننقع الحبيبات في محلول، والمحلول ده ننقعها فيها 24 ساعه وبعدين نجففها وبعدين نرجع ننقعها تاني، ونعمل كذا دوره من السوكينج والانسوكينج دي، وبعدين نشوف شكل الحبيبات اتغير ازاي وقوتها على التحمل اتغيرت ازاي. نسبة الديليتيريس ماتيريالز نقصد بيها، مش احنا من شوية قلنا انا بجيب الركام ده من مصادر طبيعية، صحيح بكسره في كسرات بس هو في الاخر جاي من مصادر طبيعية، فبيبقى ممكن يكون فيه كلاي، ممكن يكون فيه سلت، المواد دي مواد ضعيفة بتسبب ضعف الخلطة بتاعتي، فانا ببقى عايز برضو احدد نسبة الديليتيريس ماتيريال في الاجريجيت اللي عندي ده قد ايه. كل الكلام ده فيه مواصفات بتحكمه، ماشي؟ يعني يقول لي نسبة المبطط والطويل ما تزيدش عن 6%، يقول لي نسبة الدلتيريس ماتيريال ما تزيدش عن كذا، ماشي؟ فأنا دايما بعمل الاختبارات دي وحدد في الآخر الكلام دون نسبته قد إيه بالنسبة للماتيريال اللي عندي، وهل هي داخل حدود المواصفات ولا لا، ماشي؟ حاجة تانية اتفضل كملي يا دكتور. حاجة تانية، الطفنس والحاجات دي بقيسها ازاي؟ الطفنس يعني مقاومة البري، فأنا الأبريجن مقاومة البري، أنا الحبيبات دي لما هحطها في الخلطة بتاعتي هي هتبقى تحت عربيات بتتحرك بسرعات كبيرة وأحمال عالية، ماشي؟ فالعربيات وهي ماشية هي هل بتبري الركام ده ولا لأ؟ فبنعمل حاجة اسمها لوس أنجلوس أبريجن تيست، زي اسطوانة كبيرة كده، حاجة كبيرة ضخمة كده، صندوق بس مش صندوق مكعب زي ما احنا متعودين، لا ده هو اسطوانة كبيرة عشان نخليها تلف، بنحط الأحجار بتاعتنا فيها اللي احنا عايزين نشوف مقاومتها للبري قد ايه، وعن طريق ان انا بحط معاها كور حديد مع الأحجار، وطبعا بنحط الأحجار دي ونوزنها، وبعدين بعد كده نطلعها بعد ما تلف في الاسطوانه بتاعت لوس انجلوس ابريجن تيست دي لمده، فطبعا الكور الحديد بتخبط في الحبيبات بتاعتنا، فلو هي ضعيفه هتكسرها، ماشي؟ وبعدين نروح جايين مطلعينها ونخلينها على منخل معين ونشوف نسبه الفاقد اللي هو بقى عندنا في صوره بودره بقى قد ايه، مش البودره بتاعتنا اللي هي منخل 200، الفاقد قد ايه اللي تحول لمواد ناعمه، فده معناه ان هنا لو طبعا الفاقد دوت نسبته كبيره معناها انه الاحجار دي بيتم بريها. انا مش عايز نسبه البري تزيد عن ارقام معينه، يعني الاساس مثلا ليه مواصفه للبري، اللي هيدخل جوه الخلطه ليه مواصفه في البري، فكل ده بختبره في المعمل الاجريجيت لوحده قبل ما احطه في الخلطه بتاعتي. في شويه ترمينولوجي كده اعتقد ان انت تعرفها بس هنقولها لك تاني. الاجريجيت بيتقسم لكورس اجريجيت بنديله رمز سي اي، وفاين اجريجيت بنديله رمز اف اي اللي هو الرمل، يعني الرمل على فكره اللي بنستخدمه في الخلطه ممكن يكون رمل طبيعي وممكن يكون ناتج تكسير كسرات، ماشي؟ الرمل الطبيعي مسموح باستخدامه في الاسفلت ما فيش مشكله، بس على حسب الاستابيليتي اللي انت عايزها
ممكن تحدد ان الرمل اللي نستخدمه في الخلطه من البدايه من جوب ميكس فورمولا يبقى ليه نسبه معينه. يعني انا كل ما اكون عايزه ازود الاستابيليتي اللي هي ان الخلطه ما تتاثرش تحت تاثير الاحمال، هناخد الاستابيليتي في تصميم الخلطه المره الجايه. الحمد لله. كل ما اكون عايزه ازود الاستابيليتي بزود نسبه الرمل اللي ناتج تكسير كسرات اللي هو مش رمل طبيعي يعني. في عندنا كمان المينرال فيلر بنرمز له برمز ام اف. الماكسيمم سايز والنومينال ماكسيمم سايز حاجات مفروض انت عارفها بس هنفكرك بيها. لو ده الفتحات بتاعت المناخل واسمائها زي ما اتكلمنا عنها، فالمناخل لحد رقم 4 بتحدد الكورس اجريجيت، ومن رقم 4 لحد رقم 100 الفاين اجريجيت، واقل ورقم 200 ده المينرال فيلر. دكتور الصفحه دول اللي فاتت مش موجودين في الملف. انا عارفه انا ضفتهم النهارده قبل المحاضره وانا ببص في المحاضره الصبح، معلش. هم دلوقتي انا هنزل لكم الملف تاني ماشي، ومعلش سوري ان في حاجات ما كانتش موجوده، بس انا اعتقد ان انتوا عندكم فكره عنها، احنا بنأكد عليها بس، اللي هي المقاسات بتاعه المناخل والماكسيمم سايز والنومينال ماكسيمم سايز. انتوا المفروض عرفتوا الحاجات دي في السويل صح؟ الماتيريال ده الماتيريال ولا السويل؟ الماتيريال. اوكي وات ايفر ماشي. معلش احنا مننا في حاجات كتيره مشتركه ما بيننا وما ما بين بتوع السويل، فبنريليت ليهم على طول. انت فعلا المفروض عرفت الكلام ده في الماتيريال. طيب هنفكرك تاني بيهم. انا قلت انتوا المفروض تكون عارفهم. فالنومينال ماكسيمم اجريجيت سايز بنقصد بيه ذا لارجست سيف ذات ريتينز موست سام اوف ذا اجريجيت بارتكلز، حبه بس من الاجريجيت بارتكلز، بات جنرالي نوت مور ذان 10% باي ويت. بيحجز شويه من الاجريجيت بس مش اكتر من 10%. تمام. السوبر بيف دي طريقه تصميم للخلطه. عمل ديفينيشن كده عشان يسهل موضوع النومينال ماكسيمم اجريجيت سايز، قال لك وان سيف سايز لارجر ذان ذا فيرست سيف تو ريتين مور ذان 10% اوف ذا ماتيريال. يعني ايه الكلام ده؟ انتوا طبعا عارفين السيف اناليسيس بيتعمل ازاي في المعمل، مش محتاجه اشرح الموضوع ده. اختبار المناخل. ايوه عارفينه طبعا صح. أيوة. عارفينه كويس كمان. ايوه تمام. انا بنخل الماده في المعمل وابتدي احدد كل منخل بيعدي قد ايه، الاول بيحجز قد ايه، وعن طريق معادلات كده انتوا خدتوها سهله خالص. بجيب الريتيند وبجيب الاكيوميليتد ريتيند ومنه بجيب الباسنج قد ايه. تمام. ففي النهايه جدول بتاعي بيوصل لان انا عندي فتحه وال100% باسنج منها كام. تمام. على اساس طبعا وزن العينه في الاول. فبيقول لك السوبر بيب بيعرف النومينال ماكسيمم اجريجيت سايز ان انت اول فتحه بتعدي اكتر من 10% الفتحه اللي فوقها على طول هي النومينال ماكسيمم اجريجيت سايز. طب الماكسيمم اجريجيت سايز قد ايه؟ الماكسيمم اجريجيت سايز قال لك تعريفه هو اقل فتحه بتعدي 100% من الماتيريال. ماشي. السوبر بيب عرفه ان الماكسيمم اجريجيت سايز ده one sieve larger than the nominal maximum aggregate size. يعني انا لو حددت النومينال ماكسيمم اجريجيت سايز اللي بعديها على طول اللي اعلى منها يعني تبقى هي الماكسيمم اجريجيت سايز. طب نبص على الجدول، عندنا جدول اهو وفي جرين سايز ديستريبيوشن ماتيريال لماتيريال معينه. ماشي. طبعا الكلام ده بيتغير من ماتيريال لماتيريال. فلو انا اعطاني المناخل بتاعتي من اول منخل 3 ارباع بوصه كده واحنا ماشيين ماشي. نسيت اقول لكم حاجه مهمه، احنا في جدول وريناكم فيه المناخل صح من اول 3 بوصه لحد رقم 200 صح؟ ده في الاول تقريبا. مش بالضروره كل المناخل دي استخدمها. يعني انا لو انا بشتغل على بيز قلنا سن 6 صح؟ ايوه. لو انا بشتغل على بيز هيبقى يهمني المناخل الكبيره قوي ماشي. لو بشتغل على خلطه اسفلتيه المنخل رقم 3 بوصه غالبا مش هيكون موجود معايا لانه ايه، لانه مفيش عندي الخلطه الاسفلتيه مش هيبقى فيها 3 بوصه يعني 7 سنتي ونص، ما عنديش بارتكل سايز للحجم ده. تمام. فانا ساعات
تيجي تلاقي الجدول ما فيهوش مناخل معينه، مناخل دي معناها انها مش موجوده، ما استخدمتهاش ومش عايزها ومش محتاجها، ماشي؟ فمثلا على سبيل المثال المناخل اللي قدامنا دي مناخل بتعبر عن خلطه اسفلتيه، لان اول منخل عندنا هو 3 ارباع بوصه اللي هو 19 ملي. احنا حالا واحنا بنتكلم مع بعض قلنا الخلطه الاسفلتيه بقى فيها عاده سن واحد وسن اتنين ورمل وبودره. سن واحد يعني اتنين واحد سنتي، وسن اتنين يعني 2 سنتي. فاحنا عندنا المناخل اهي من اول 19 ملي متر. طب لو حطيت المناخل اللي فوق 3 ارباع بوصه، بوصه وواحد ونص بوصه واتنين بوصه وتلاته بوصه، كلهم هيبقى المر منهم هيساوي نسبه ايه؟ 100%، ماشي؟ طيب من الجدول اللي قدامي كده اول منخل بيعدي 100%، يعني اصغر منخل بيعدي 100% هو منخل 3 على 8، فده الماكسيمم اجريجيت سايز. المنخل بتاع النومينال ماكسيمم اجريجيت سايز السوبر بيب عرفه بايه؟ قال لك ده المنخل اللي فوق المنخل اللي بيعدي اكتر من 10%. مين المنخل هنا اللي بيعدي اكتر من 10%؟ سوري، اللي بيتحجز عليه اكتر من 10%. انا اسف. مية هو اللي بيعدي اكتر من 10%. ثمانية كده، ثمانية منخل رقم منخل رقم ثمانية هو اللي بيحجز أكتر من 10%. يحجز بالظبط، معلش عشان أنا إيه، أصل أنت قلت زي ما أنا بقول أنا قلت غلط، يحجز مش يعدي، يحجز أكتر من 10%، ماشي؟ منخل رقم ثمانية بيحجز أكتر من 10%، بيحجز 16% لأن الباسنج 84، وإحنا اتفقنا إن النومينال ماكسيمم أجريجيت سايز هو المنخل اللي أكبر من المنخل اللي بيحجز أكتر من 10%. فيبقى النومينال ماكسيمم اجريجيت سايز هنا يبقى منخل رقم كام؟ 4. 4، ماشي. وبرده بالتعريف بتاع السوبر بيف الماكسيمم اجريجيت سايز المنخل اللي فوق اللي هو رقم 3 على 8. هو بيقول لك كده اهو، منخل رقم 4 هو النومينال ماكسيمم اجريجيت سايز، منخل رقم 4 مقاس الفتحه بتاعته 4.75 من 100 ملم، والماكسيمم اجريجيت سايز هتلاقيه في المنخل اللي فوق، ماشي. مهم ان احنا نعرف الحكايه دي مهمه ليه. فاكرين من شويه ما كنا بنتكلم في موضوع ضبط الجوده، في حاجات بقى في المواصفات بتعتمد على المقاسين دول، ماشي؟ فلازم نبقى عارفين. احنا قلنا المنخل رقم 8 ده يا دكتور ايه تاني؟ اهو المنخل رقم 8 اللي بيعدي اللي بيحجز سوري اكتر من 10%، ده انا عايزه عشان حاجه واحده بس، عشان اعرف منه المنخل اللي قبله، لان ده بيمثل النومينال ماكسيمم اجريجيت سايز. تاني تعريف النومينال ماكسيمم اجريجيت سايز، قال لك المنخل اللي بيعدي شويه من الماتيريال، بيحجز سوري شويه من الماتيريال بس مش 10%، اقل من 10%. اعرفه ازاي؟ اعرفه بالمنخل اللي قبله، المنخل اللي قبله بيحجز اكتر من 10%. تمام. المنخل الاصغر منه يعني. ايوه تمام. ماشي؟ بيحجز اكتر من 10%. فيبقى هو المنخل اللي فوقيه اللي اكبر منه في المقاس. ماشي؟ وقلنا عايز اعرف الماكسيمم اجريجيت سايز والنومينال ماكسيمم اجريجيت سايز ليه؟ لان وانا بختار المواصفه، المواصفه بتتغير على حسب المقاسين دول، ماشي؟ فببقى عايز اعرفه للركام اللي عندي، طبعا للركام كله، ماشي؟ اللي هو الكومبينيشن بتاعه التدرجات المختلفه. طيب الخلطه هو الاجريجيت ده زي ما قلنا هو بيبقى البيس بتبقى اجريجيت والسب بيس بتبقى اجريجيت، لكن هو كمان بيدخل في تكوين الخلطة الأسفلتية بتاعتي. طب هو إزاي الخلطة الأسفلتية بتبقى خلطة ومتماسكة؟ لما أحط عليها أسفلت، ماشي؟ فإحنا هنتكلم عن الأسفلت كده باختصار. أنا قلت لكم في اختبارات كتيرة جدا، بس إحنا بنكلمكم عن الحاجات المهمة اللي الكورس يستحملها يعني، ماشي؟ فالخلطة الهوت ميكس أسفلت اللي هي الخلطة بتاعتنا، يعني أولا اسمها هوت ميكس أسفلت
لانها بتتخلط على درجات حراره معينه، درجات حراره عاليه. الاسفلت في شكله الطبيعي بيبقى موجود في درجه حراره الغرفه في صوره صلبه، انا مش عايزه في الصوره الصلبه دي، انا عايزه يتحول لسائل عشان يربط لي الحبيبات مع بعضها، فبنسخنه. تمام، طبعا بنسخنه او بنعمل حاجات اخرى هنتعرف عليها دلوقتي. فاحنا عندنا اجريجيت بحطه على اسفلت مسيل بطريقه معينه يديني خلط. طبعا لو الاسفلت ده مسيل بطريقه التسخين فهيديني هوت ميكس اسفلت. ماشي، طيب عايزين بقى نتكلم على الاسفلت اللي بيربط لنا الخلطه ببعضها. ده احنا عندنا البوتومينيس ماتيريال، كلمه بوتومين يعني ماده رابطه، ليه اسم تاني بايندر اللي هو الماده الرابطه برضو. البوتومينيس ماتيريالز نوعين، نوع اسمه اسفلت اللي هو متعارف عليه واحنا بنستخدمه في 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 الطرق بتاعتنا، ونوع تاني اسمه الطار او بالعربي القار او القطران. ماشي، الطار او القار او القطران بيتم انتاجه من الفحم مش من البترول. الاسفلت منتج من منتجات البترول. تمام، والاسفلت يا اما بيوجد بصوره طبيعيه يا اما بيبقى ناتج من منتجات البترول. عندنا في مصر هو مصنع من منتجات البترول، بس هو الناس في الاول عرفت الاسفلت ازاي؟ يعني الناس في الاول عرفت الاسفلت لانه كان حاجه طبيعيه، منتج طبيعي كده في بحيره اسمها بحيره ترينيدات. ماشي، كانت بحيره ترينيدات دي كلها اسفلت، بحيره مش ميه، هي اسفلت، مكان كده كان متجمع فيه اسفلت متكون بشكل طبيعي عن طريق التفاعلات والضغوطات بقى اللي بتحصل على المواد العضويه والغير عضويه لملايين السنين، فبينتج منها البترول والحاجات الاخرى. كان من ضمن الحاجات اللي اكتشفوها بحيره ترينيدات دي، فبحيره سودا كده. ماشي، وكانت مساحتها كبيره الحقيقه، ولقوا ان الماتيريال لما ماتيريال بتتحط فيها، لما حاجه تقع فيها، حجره مثلا، حد يحدف حجره كبيره فيها، الاول هي شكلها صلب. ماشي، الحجره دي تبدا بعد شويه تغوص فيها، فابتدوا يتعرفوا على المنتج ده اللي هو كان في الاول منتج طبيعي يعني، وبعدين بعد كده لقوا ان هو ليه خواص معينه رابطه، فبداوا يستخدموه في الصناعات معينه، وبعد كده تعرفوا على موضوع الخلطه الاسفلتيه ده، ولما تعرفوا عليه بقينا كل العالم عايز اسفلت، فما عادش البحيره دي تكفي العالم كله، فبقى بننتجه كمنتج مصنع من منتجات البترول. تمام، الطار او القار منتج من الفحم، هما الاثنين شكلهم شكل بعض. ماشي، لكن الحقيقه نقدر نميز ما بينهم بسهوله عن طريق الريحه. القار او القطران ريحته سيئه جدا، عنده ريحه قويه جدا. تمام، الاسفلت ما عندوش نفس الريحه القويه قوي دي، ريحته اقل. الاسفلت بنستخدمه في اغراض الرصف، والاسفلت بقى ثلاث اشكال. ماشي، الاسفلت سمنت اللي احنا عارفينه اللي بيجي في البراميل ده من مصانع الاسفلت، وزي ما قلنا بيبقى في درجه حراره الغرفه، هو عباره عن إيلاستيك سوليد، ماده صلبه. ماشي، لو فتحت البرميل في الاول وجيت تبص على السطح وتلمس الاسفلت في درجه حراره الغرفه هتلاقيه صلب خالص، ما انتش عارف تستخدمه. عشان تقدر تستخدمه فانت بتسيله زي الاسفلت سمنت، ان انت تسخنه لدرجه حراره كام بتعتمد على خواص الاسفلت نفسه. احنا في مصر بنستخدم اسفلت اسمه اسفلت 60-70، هنتكلم عنه دلوقتي بالتفصيل. 60-70 يعني مقدار البنتريشن اللي بيحصل فيه في درجه حراره 25 درجه مئويه من 6-7 ملي. تمام، طيب هي دي الصوره الوحيده لصور الاسفلت اللي احنا نعرفها؟ لا، دي الصوره الشائعه، لكن في نوعين تانيين من الاسفلت انتوا برضو هتلاقيكوا عارفينهم، اللي هو الكات باك والايمالجن. يعني ايه كات باك ويعني ايه ايمالجن؟ حد عارف يعني ايه ايمالجن؟ بلاش كات باك، ممكن تكونوا ما تعرفوهوش، لكن حد سمع كلمه ايمالجن دي قبل كده يعرف ليها معنى بالعربي؟ انا ما بسالش في معاني الكلمات عشان دي محاضره انجليزي، بس بحاول اتاكد ان انتوا صاحيين معايا. ولا نعرفها والله يا دكتور. خالص 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 خالص. ايمالجن يعني محلول. ماشي، يعني ايه محلول؟ طب اظن محلول بالعربي يعني عارفها، خدتها في العلوم قبل كده. يعني ايه محلول؟ مذاب ومذيب. مذاب ومذيب، والمذيب دايما في حاله المحلول بيكون ميه. ماشي، محلول يعني حاجه دايبه في ميه،
محلول ملح يعني شويه ملح مقلبينهم على ميه، ماشي، محلول سكر يعني شويه سكر مقلبينهم على ميه، تمام. بس الفكره ان انا اتاكد ان المذاب بيتم ازادته في المذيب، صح ولا لا؟ الاسفلت لو انا حطيته في الميه لوحده كده ما بيدوبش طبعا، تمام. فانا هعمل ايه عشان خاطر يدوب؟ هحط له حاجه اسمها ايمالسيفاينج ايجنت، عامل اذابه، ماشي. بنخلط الاسفلت على الميه بنسب معينه، يعني يبقى عندي مثلا ساي 30% اسفلت ولا حاجه، من 30 ل 40% ومن 60 ل 70% ميه، ونحط مذيب ماده، سوري، ماده تساعد على الاذابه، ماشي، عشان تخليه يبقى في صوره ايمالجن، ماشي. طب انا بعمل كده ليه؟ عشان عايزه يبقى في صوره سايله من غير ما اضطر اسخنه لدرجات حراره عاليه. احنا في مصر الاسفلت بتاعنا البنتريشن بتاعه 60 70 ده بنسخنه لدرجه حراره لحد 160، من اول 145 لحد 160 درجه مئويه عشان نوصل لاذابته تمام. انا عايز في العالم كله الناس دلوقتي بتحاول ان هي توفر طاقه. انتوا عارفين ان الهاجس الاساسي للعالم دلوقتي انه يا اما يوفر في استخدام الطاقه يا اما يدور على مصادر متجدده للطاقه. واحنا لما بنسخن بايه؟ حد عارف؟ بنسخن يا اما بالكهرباء يا اما بالفحم والحاجات دي. بنسخن بغاز، بنزين، كهرباء لو بندور على مصدر نظيف للطاقه. بس حتى الكهرباء نفسها لما بنيجي نولدها بنولدها عن طريق استخدام مواد بتروليه، صح؟ تمام. ايه مشكله البترول؟ ان ده ريسورس، والريسورس ده عمال يقل، وان احنا المفروض يعني الجيل الحالي اللي موجود في العالم المفترض ان هو يستخدم الريسورسز دي من غير ما يقلل فرص الاجيال القادمه. احنا عمالين نستخدم البترول اللي موجود، هو احنا لو فضلنا نستخدمه بنفس المعدل ده مش في النهايه هيخلص؟ يعني البترول ده زي ما درست في العلوم خد سنين كتير جدا عبال ما تكون. احنا معدل الاستخدام بتاعنا اسرع بكتير من معدل التكوين بتاع البترول دون. فلو فضلنا بالطريقه دي فاحنا هنخلص عليه، ماشي. فالعالم كله متجه لحاجه دلوقتي اسمها sustainability، الاستدامه. يعني ايه استدامه؟ الاستدامه تعرفها ان احنا نستخدم الريسورسز المتاحه ايا كانت الريسورسز دي بصوره لا تعرض فرصه الاجيال القادمه في استخدام نفس الريسورسز دي للخطر. يعني ما نفنيهاش، ما نخلصش عليها، ماشي. طيب العالم متجه زي ما قلنا للاستدامه. فالاستدامه هعملها ازاي؟ مثلا في حته الطاقه، ماشي. في حته الطاقه هعملها عن طريق يا اما اوفر في استخدام الطاقه، ماشي، يا اما استجد مصادر جديده ومتجدده للطاقه، يا اما الاحسن ان انا اعمل الاثنين، احاول احقق الحاجتين، تمام. فهحقق الحاجتين ازاي؟ الخلطه الاسفلتيه اللي بتنتج على درجات حراره عاليه جدا بتوصل 60 درجه مئويه، وممكن في انواع مختلفه من الاسفلت توصل لاكتر من كده، ماشي. لو انا قدرت اقلل الانتاج ده او حراره الانتاج دي بمقدار 30 درجه ولا 40 درجه ولا 20 درجه، ما انا معنى كده ان انا ايه؟ وفرت. ففي طرق للحكايه دي عن طريق حاجات بقى اضافات اسمها الورم ميكسز وكلام من ده، وفي حاجات تانية انا عايز اسيل الاسفلت في الموقع مثلا. وفاكرين واحنا بنتكلم مع بعض قلنا ان في حاجه اسمها طبقه لزق لما بعمل الاسفلت اكتر من طبقه، فبنعمل طبقه لزق ما بين الطبقات المختلفه، حد فاكر الكلام ده؟ ايوه، اللي هي الاوفر لي او حاجه زي كده. اتفضل. اللي هي كانت في الاوفر لي تقريبا او حاجه زي كده. لو بعمل اوفرلاي او لو بعمل اسفلت نفسه على اكتر من طبقه، هنتكلم دلوقتي في الموضوع ده تاني. وحاجه تانية، في طبقه اسمها طبقه تشريب. التشريب ده بنحطه فوق الاساس، بعد ما نخلص الاساس اللي هو لونه ابيض ده بنرش عليه اسفلت، صح؟ شفتوا الحكايه دي ابدا قبل كده في اي مشروع بيتم انشاؤه؟ بنشوف يا دكتور بيرشوا جز او زيت وسخ كده او زيت اسمر كده. ما هو مش زيت، انا هقول لك هو ايه دلوقتي. هو نوع من انواع الكات باك، ماشي. يبقى بلاك كده. ايه هو كلمه بلاك دي؟ هي كلمه عامه الناس بتقولها. هو كلمه بلاك ده مش ديفينيشن لماتيريال، تمام. كلمه بلاك هي كلمه مشتقه من كلمه بلاك لان الاسفلت لونه اسود، ماشي. فهي كلمه دارجه كده لكن هي ما بتعرفش ماتيريال. احنا لما بنعرف بتومين بس افندم، بوتومين
اي ماده رابطه اسمها بايندر، تمام؟ بس الفرق بين البايندر، هقول الفرق دلوقتي بين البتومين والاسفلت والبايندر، الثلاثه دول بنستخدمهم بنفس المعنى، ماشي؟ اولا كلمه اسفلت، ما بنقول اسفلت ونسكت، ماشي؟ الكلمه دي تصلح لاطلاقها على الاسفلت السمنت اللي هو الاسفلت الاسود اللي هو الماده الرابطه، ماشي؟ او برضو في الاسفلت كونكريت، الخلطه الاسفلتيه، ما بنقعدش نقول خلطه اسفلتيه، ما نيجي نتكلم كده نقول الاسفلت جاي من الخلاطه دلوقتي، الاسفلت اللي جاي لنا من الخلاطه ده مش اسفلت سمنت، مش جاي ببراميل، لا ده خلطه على بعضها، فكلمه اسفلت بتطلق على الاثنين، ماشي؟ بس لما نتكلم علميا طبعا الكلام ده واحنا واقفين في الموقع مع المقاول، لما بنقول اسفلت ممكن نقول اسفلت ونقصد بيها اسفلت اللي هو الماده الرابطه، لما نقول هنعمل اختبارات على الاسفلت واختبار البنتريشن بيتعمل على الاسفلت بنبقى نقصد الماده الرابطه اللي هو الاسفلت سمنت، لما بنقول الاسفلت جاي لنا من الخلاطه او الاسفلت اللي هنفرد الاسفلت دلوقتي في الطريق بنقصد الخلطه. ففي الموقع او الكلام الدارج اسفلت تمشي على الاثنين، في الكلام العلمي دي اسمها اسفلت سمنت اللي هو الماده الرابطه، والتاني اسمه اسفلت كونكريت اللي هو الخلطه الاسفلتيه. طيب كده عرفنا اسفلت يعني ايه. طب بتومين، البتومين نقصد بيه هو برضو الاسفلت سمنت، بس ايه الفرق؟ مش انتوا عارفين ان الانجليزي فيه حاجه اسمها امريكان انجليش وبريتش انجليش؟ ايوه تمام، عارفين الحكايه دي؟ ايوه، اللي كل ما حد يغلط يقول ان انا بنطق بالامريكي والتاني يقول له انا بنطق مش بالأمريكي. مشكله، خلينا نقول كده ونقعد نضحك على بعض، بس خلينا في الحته دي انا حقيقي مش بضحك عليكم، الامريكان موستلي يعني موست كومن يعني بيقولوا عليه اسفلت، الانجليز بيقولوا عليه بوتومين، ماشي؟ وهو الحقيقه لو نقول بوتومين بقى هو ما بيتنطقش بوتومين، بوتومين دي الكلمه اللي احنا بنقولها مع بعضينا، هو اسمه بيتشومين، ماشي؟ خلاص. طيب سيبنا من اسفلت وبوتومين، في كلمه ثالثه احنا بنستخدمها اسمها بايندر، ماشي؟ عارفين البايندر يعني الاسمنت مثلا في الخلطه الخرسانيه اسمه بايندر برضه. نقصد ايه بكلمه بايندر؟ الماده الرابطه، ماشي؟ طب ايه الفرق ما بين بايندر وما بين اسفلت او بتومين؟ ما هو البتومين في الاخر هو ماده رابطه، بس عاده برضو استخدام كلمه بايندر بيبقى لو انا عملت لها موديفيكيشن. يعني ايه موديفيكيشن؟ حطيت لها اضافه، ماشي؟ الاسفلت ده بحسن خواصه عن طريق الاضافات. ايه الاضافات؟ حاجات كتيره بقى، ماشي؟ في ناس بتحط على الاسفلت رابر عشان يحسنوا خواص معينه، في ناس بتحط بوليمرز عشان يحسنوا خواص معينه، مؤخرا ابتدينا نحط نانو ماتيريالز على الاسفلت عشان نحسن خواص معينه، ماشي؟ فلو انا عملت موديفيكيشن للاسفلت باستخدام اي اضافات سواء كانت بوليمرز او رابر او 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 نانو ماتيريالز، فانا ساعتها بقى اسمه موديفايد اسفلت اللي هو بنقول عليه بايندر. لحد كده الدنيا سهلة؟ يعني يا دكتور كده الاسفلت سيمنت هو البتومين اللي احنا بنجيبه في الانشاءات اللي هو بيتعمل بيه العزل والكلام ده، اللي هو بنستخدمه في اغراض ان احنا نعمل بيه خلطة اسفلتية، ماشي؟ او ان احنا نستخدمه في اغراض العزل لان هو بيعزل المي. تمام كده واضح؟ ايوه كده تمام. طيب الكات باك والايمالجن هو اسفلت مسال، تمام؟ مثال ازاي؟ في حاله الايمالجن مثال عن طريق اذابته في مي، اوكي؟ وفي حاله الكات باك مذاب عن طريق اذابته في مذيب من ناتج من منتجات البترول. مش احنا قلنا الاسفلت اصلا هو ناتج من منتجات البترول، هو الريزيديو. انا اقول لكم الاسفلت بيتعمل ازاي دلوقتي باختصار برضه، ماشي؟ بعد ما بنعمل تكرير البترول وناخد كل الحاجات اللي احنا عايزينها، بيتبقى ناخد بقى الجازولين والكيروسين وطبعا الغاز الطبيعي بيتشال من فوق البير من البدايه، ونكرر كل المنتجات دي في معمل التكرير، بيتبقى في الحاجه حاجه في الاخر اسمها ريزيديو، ماشي؟ ريزيديو يعني ايه؟ من الريزيدوال الباقي المتبقي، المواد الصلبه اللي بتطلع في الاخر. ما بيرموش الريزيديو ده، الريزيديو ده بياخدوه فبيبقى ماده صلبه، ماشي؟ يحولوه الاسفلت. يحولوه الاسفلت ازاي؟ الريزيديو بينضاف عليه ريزاينز اللي هي راتنجات، ماشي؟
ويتضاف عليه اويلز اللي هي زيوت عشان توصله لصوره الاسفلت اللي احنا بنستخدمه. تمام؟ يبقى الاسفلت منتج من منتجات البترول عن طريق مكوناته الثلاثه ريزيديو ريزاينز واويلز. ماشي. طيب الكات باك والايمالجنز زي ما قلنا اسفلت مذاب، الايمالجن مذاب في ميه والكات باك مذاب في منتج من منتجات البترول. ماشي، في مذيب يعني. تمام. طيب استخدامات كل واحد فيهم بقى، يعني مثلا لو انا هستخدم الاسفلت سمنت اللي هو الاسفلت بايندر، يعني بستخدمه في ايه؟ مينلي الاسفلت سمنت في الطرق. انت قلت حالا في الانشاءات ليه خاصيه بنستخدمه في العزل. تمام. لكن في الطرق بنستخدمه زي عنوان السلايد اهو بيقول اسفلت تايب يوزد ان بيفمنت، بنستخدمه في انتاج الاتش ام اي اللي هي الهوت ميكس اسفلت، وبنستخدمه في انتاج الخلطه اللي بنستخدمها في الترقيع باتشنج. يعني ترقيع، يعني ايه ترقيع؟ مش الباتشه يعني رقعه بنعملها لما يكون عندي لوكال فيلير في مكان معين. ماشي، حته كده فيها حفره مثلا بوت هول خلاص، او حته متكسره، او حته اثناء الانشاء ما اتعملتش كويس، مش هسيب الحته دي تضايقني في الطريق وتضايق الناس. ماشي، فبنعمل ايه؟ بنعمل لها باتشه. تمام. الخلطه بقى اللي بنعملها عشان الباتشات دي ممكن تكون منتجه باستخدام اسفلت سمنت. تمام. طب الاسفلت ايمالجن اللي هو عباره عن ريزيديو زائد ووتر زائد ايمالسفاينج ايجنت، اسفلت مذاب في الميه، بنستخدمه في ايه؟ في حاجه اسمها الكولد ميكس والمينتننس ابلكيشن. كولد ميكس يعني ايه؟ احنا حالا قلنا الهوت ميكس دي اللي بيتم انتاجها على درجات حراره عاليه. عندنا في مصر على حسب نوع الاسفلت بتاعنا اللي بنستخدمه، وبنستخدمه ليه في مصر؟ لان ده نوع الاسفلت اللي مناسب للجو بتاعنا، درجات الحراره عندنا يعني. ماشي، كل ما تروح مكان الكلايمت بتاعته مختلفه كل ما هتستخدم نوع اسفلت مختلف. ماشي. طيب عندنا درجات الحراره زي ما قلنا بتوصل ل 160، فالايمالجن ده بيستخدم للكولد ميكسز. والكولد ميكسز يعني ايه؟ كولد ميكسز يعني بتعمل على درجه حراره الغرفه مثلا 25. لا، هو يقصد كده بقى درجه الحراره القليله. اتفضل. كده يقصد يعني درجه الحراره القليله، مش درجه حراره الغرفه. هي ما بتوصلش لدرجه حراره الغرفه الحاجات اللي بتتعمل على البارد في الاسفلت. بارد في الاسفلت معناها يوصل ل 60 درجه مئويه مثلا. ماشي، ليه البارد 60 درجه مئويه؟ المفروض البارد ده درجه حراره الغرفه. ماشي، اللي هي درجه حراره الجو يعني. ماشي، لا، هو الحقيقه درجه حراره الجو لما بتوصل في الحر، واعتقد ان انا قلت الكلمه دي قبل كده، اما بتوصل في الحر درجه حراره الجو ل 40 و45 درجه مئويه، مش دي اقصى درجات حراره بنوصل لها في الصيف؟ ايوه تمام. درجة حرارة الأسفلت بتوصل لستين وسبعين درجة مئوية. لو قست الحرارة على الأسفلت، لو قررت حضرتك في يوم من الأيام كده في يوم حر الساعة واحدة الظهر، ماشي، تخرج في طريق يكون في الشمس كده والشمس عمودية عليه الساعة واحدة الظهر، وقررت مثلا لا قدر الله تقلع جزمتك وتمشي حافي على الأسفلت ده، بعد شوية صغيرين رجلك هتتلسع، صح؟ ليه؟ ده أنا لو مشيت على الرمل رجلي بتتلسع، والرمل ده ما بيحتفظش بالحراره على الرمل في الصحراء. اكيد طلعتوا رحلات قبل كده، واكيد عملتوا الحركات اللي انا بقولها دي، او ما طلعتوش رحلات رحتوا المصيف نفسه كده. في المصيف نفسه بيحصل كده بالظبط، في المصيف نفسه لما بتمشي على الرمل شويه رجليك بتتلسع، صح؟ ايوه. جرب الاسفلت كده. تمام. فالاسفلت بيحتفظ بدرجات الحراره جدا، فبالنسبه لنا كلمه كولد ميكس بنقصد بيها عند 60 درجه مئويه. تمام. فالاسفلت ايمالجن بيستخدم في الكولد ميكسز والمينتنس ابلكيشن. الكولد ميكسز بتوفر لي طاقه، والورم ميكسز بتوفر لي طاقه، لكن المشكله ان هي ما بتدينيش نفس السترينث بروبريتيز بتاعه الهوت ميكس، فبنستخدمها دايما في اغراض الصيانه مش في اغراض الانشاء. طبعا الورم ميكس بيستخدموها في اغراض الانشاء دلوقتي بره، ومصر بدات هي كمان تتجه للموضوع ده دلوقتي، بس فيها شوية مشاكل كده بنحاول ندور لها على حلول عن طريق الريسيرش. ماشي،
الكات باك هو زي الايمالجن بس الريزيديو مش محطوط مع ميه، الريزيديو محطوط مع سولفنت، منتج من منتجات البترول، ممكن يكون جاز، ممكن يكون نفسه، على حسب احنا عايزين معدل التبخر بتاع الريزيديو ده يكون قد ايه. وبرده بيستخدم للكولد ميكس والمينتيننس ابلكيشن. طب في استخدامات تانية للايمالجنز وللكات باكس؟ ايوه، احنا لسه حالا كنا بنتكلم على طبقه التشريب وطبقه اللزق بين الطبقات الاسفلت المختلفه. الكات باك مثلا بيتقسم ثلاث انواع. الكات باك بيتقسم لحاجه اسمها رابيد كيورينج وميديوم كيورينج وسلو كيورينج. كلمه كيورينج دي بنقصد بيها ايه؟ على حسب نوع المذيب اللي انت بتستخدمه، على حسب ما بيتبخر ويتبقى لنا بقى الاسفلت اللي احنا عايزينه يربط ما بين ايه الطبقات المختلفه وبعضها. فالرابيد كيورينج نوع المذيب نفسه، النفسه دي منتج من منتجات البترول اللي سريع التبخر، ماشي، فبتتبخر بسرعه وتسيب لنا الريزيديو اللي هو هيمثل او هي يربط الطبقات المختلفه ببعضها. الميديوم كيورينج بياخد وقت شويه، يعني ياخد وقت فيه، بنسميه ام سي مش ار سي، بنسميه ام سي وبياخد وقت شويه. المذيب بتاعه كيروسين وبيستخدم في البرايم كوت. الرابيد كيورينج بيستخدم في التاك كوت. ايه بقى الفرق بين البرايم كوت والتاك كوت دول؟ البرايم كوت اللي هو طبقه التشريب، طبقه التشريب دي اللي بنحطها فوق الاساس. مش احنا من شويه كده قلنا لما بنعمل الاساس بعد ما بنخلص الاساس خالص وندمكه كويس بنروح جايين حاطين عليه طبقه سودا كده اللي انتوا قلتوا زيت، قلتوا ايه؟ زيت مش نظيف، زيت متوسخ، صح؟ ايوه تمام. لا، هو ميديوم كيورينج اسفلت عباره عن ايه؟ بتبقى ريحته جاز زي ما انت قلت. انت قلت لنا حالا بيبقى جاز كده وريحته بتبقى باينه. انت عرفت انه جاز منين؟ من الريحه. هو فعلا الميديوم كيورينج كات باك اللي بنستخدمه في مصر وبيستخدموه في اماكن كتيره، المذيب بتاعه كيروسين، فعشان كده لما بيحطوه ما بيرشوه الحقيقه، ماشي، وبيترش بمعدل معين. يعني انا ببقى عايز في المتر المربع لما اجي اوزن كميه الاسفلت اللي ترشت فيه دي تطلع بوزن معين من 1 لـ1.5 كيلو جرام لكل متر مربع. وبتتحط ايه وظيفه الميديوم كيورينج اسفلت ده او الميديوم كيورينج كات باك ده؟ ان هو بيعمل لي حاجتين. اول حاجه انه يسيل طبقه الاساس عشان ما فيش ميه تطلع من طبقه الاساس دي على الاسفلت بعد كده. وحاجه تانية مهمه كمان، احنا الاجريجيتس اللي بنستخدمها ليها افينيتي، ليها شراهه لامتصاص الاسفلت، ماشي. فانا لو جيت كده سبت طبقه الاساس دي مكشوفه هي بيور من غير اسفلت اجريجيت بس، وجيت حطيت بعدها الخلطه الاسفلتيه عليها، الخلطه الاسفلتيه دي احنا مصممينها باسفلت كونتنت معين، لو انا حطيت الخلطه الاسفلتيه عليها وهي ليها شراهه لامتصاص الاسفلت، فهي الحقيقه مش هتسيب الخلطه الاسفلتيه في حالها، هي هتمتص شويه من الاسفلت اللي فيها، فتقل نسبه الاسفلت عن الاوبتيموم النسبه التصميميه اللي انا عاملها. فانا بحط الطبقه دي عشان كده اسمها تشريب، بتشرب السطح بتاع الاساس بحيث ان لما احط الخلطه الاسفلتيه فوقيه ما ياخدش اي جزء من الاسفلت اللي موجود فيها، لان احنا بنحسب نسبه الاسفلت بدقه شديده. يعني من الحاجات المهمه قوي ان انت تحسبها بدقه، لانها لو زادت هتعمل مشاكل ولو قلت هتعمل مشاكل. طيب البرايم كوت او طبقه التشريب اسمها ميديوم كيورينج، طيب تاخد وقت شويه عبال ما يتبخر المذيب ويتبقى الاسفلت اللي انا عايزه يربط لي الطبقات ببعضها. بياخد وقت قد ايه؟ حد فيكم عنده فكره من ملاحظاتكم كده؟ انتوا قلتوا ملاحظات جميله قوي وانا بسالكم النهارده. بيحطوا الميديوم كيورنج ده ويروحوا جايين مشتغلين عليه بعد قد ايه؟ حد عارف؟ ممكن بيشتغلوا بيه ممكن مثلا بعدها بيوم او اخر اليوم بالليل مثلا. هو مش اخر، انت بتتكلم صح قوي، بس هو بعدها بيوم. الميديوم كيورينج مدته من عشان اشتغل عليه بعدها، يعني بسيبه لمده من 24 ل 48 ساعه، ما يقلش عن 24 ساعه. يعني لو حطيته النهارده الساعه 9 الصبح اروح جاي حاطط الطبقه اللي فوقه بكره الساعه 9 الصبح، ما احطهاش قبل كده، احطها بعد كده، تمام؟ لكن ما تاخرش عن بعد بكره، تمام؟ يعني من 24 ل 48 ساعه على بال ما المذيب يتبخر. انا مش عايز المذيب ده خلاص، عايزه يتبخر ويتبقى لي الاسفلت اللي هو هيربط لي الطبقات ببعضها.
بالنسبه للرابت كيورنج، الرابت كيورنج بنستخدمه في حاجه اسمها تاك كوت. التاك كوت هو طبقه اللزق اللي بين ايه وايه بقى، مش فوق طبقه اساس، لا ما بين طبقتين اسفلت. الاسفلت اتفقنا قبل كده ان هو ماده غاليه، فانا لو طلع لي سمك الاسفلت من التصميم ان شاء الله لما اخد التصميم، يعني طلع لي سمك الاسفلت من التصميم 14 سنتي 15 سنتي، انا مش هحط كل دول خلطه واحده، انا هعملها طبقات ماشي. فمثلا لو طلع لي بسي 11 سنتي، اعمل طبقه سطحيه وبعدين اعمل تحتها طبقه رابطه. ايه الفرق بين الطبقتين؟ تحت هبتدي ازود في الاحجام بتاع التدرج شويه، خليه تدرج اخشن. لما يبقى تدرج اخشن المساحه السطحيه تقل ولا تزيد؟ بتقل. جميل، المساحه السطحيه تقل، يبقى كميه الاسفلت اللي انا عايزها هتقل ولا تزيد؟ هتقل. برافو عليكم. مش انا قلت الاسفلت، قعدنا نقول كتير الاسفلت اللي هو الماده الرابطه ليه شغلتين، شغل الاولانيه ان هو يكسو الحبيبات كلها فيبقى فيه ابزوربد اسفلت، والشغله الثانيه ان بقيه الاسفلت اللي بنسميه الافكتيف اسفلت يلزق الحبيبات في بعض. تمام. فكل ما المساحه السطحيه تقل كل ما نسبه الاسفلت اللي انا محتاجها ايه؟ تقل. انا مش من مصلحتي لو انا عندي سمك الاسفلت اللي طالع من التصميم عندي احمال كتير، فطلع عندي سمك الاسفلت كبير، مش من مصلحتي ان انا اعمل ده كله طبقه واحده. لو عملت الطبقه اللي تحت اقل شويه في المساحه السطحيه، يعني اخشن شويه، هطلع لي نسبه الاسفلت اقل شويه. ماشي. وده توفير كتير على فكره، مع الكميات الكبيره بيبقى توفير كتير. وبعدين بعد كده اعمل طبقه فوق سطحيه بنسميها سطحيه، بالانجليزي اسمها ويرينج سيرفيس، والثانيه اللي تحت الطبقه الرابطه اسمها بايندر كورس. ماشي. طب الطبقتين دول انا مش عايزهم يشتغلوا كل واحده لوحدها، انا عايزهم يبقوا مع بعض واحده واحده، يشتغلوا كانهم يونت واحده مع بعضها. فبعمل ايه؟ بلزقهم في بعض، بلزقهم بطبقه اسمها طبقه اللزق، عاده بنستخدمها حاجه رابت كيورنج ار سي. ماشي. والار سي ده هو زي ما مكتوب من اسمه رابت كيورنج، يعني بسرعه كده المذيب بيتبخ، فانا بروح جاي راشش برضو ليه معدلات ماشي ومواصفات، فبروح جاي راشش الاسفلت بتاعي الرابت كيورنج الار سي، وبعدين بعد ما ارشه اروح جاي مستني عليه. استنى عليه قد ايه بقى؟ ما بستناش يوم ويومين زي الام سي، لا ماكسيمم ساعتين. في خلال ساعتين، يعني بعد ساعه اقدر ابدا اشتغل، واقصى حاجه ساعتين، لو قعد اكتر من ساعتين خلاص ما بشتغلش، ببتدي اخلي المقاول يصلح القصه دي، لانه بعد ساعتين بيبقى نشف، فما يعملش اكتر من ساعتين، يعني بيبقى نشف زياده عن اللازم من غير ما يربط الطبقتين في بعض. انا محتاج يكون لي قدر معين من اللزوج عشان يلزق الطبقتين في بعضه. تمام. طيب ده دكتور اللي هو بيبقى عامل ده، اللي بيبقى عامل زي الاسفلت سيمنت كده، اللي هو عامل زي اللي احنا بننزل بيه، اللي هو بيبقى لازق شويه كده صح؟ بيبقى لازق في عربيه بتعدي، والعربيه دي بيبقى فيها نوزلز كده، خزان اسفلت ماشي، والخزان ده فيه الماتيريال بتاعتك محطوط معاها مذيب، بس درجه حراره الخزان ده ما هياش درجه حراره الغرفه، برده بتبقى حوالي 60 درجه مئويه، حتى هو لما بينزل بيبقى لسه سخن كده. تمام. الخزان ده من تحت فيه نوزلز، النوزلز يعني فتحات مدوره كده ماشي، والنوزلز دي مرصوصه جنب بعضها في صف كده، والعربية بتمشي بمعدل معين على الطريق، بسرعة معينة على الطريق اللي انت تشتغل عليه، بحيث ان هي تغطي لك سطح الطبقة الرابطة ماشي. وبعد ما العربية تمشي بشوية بتسيب الاسفلت ينشف لمدة ساعة كده ولا حاجة، اللي هو الرابت كيورينج، وبعدين بعد كده تفرد الطبقة اللي فوقيه. تمام. ده اسمه بالعربي طبقة لزق، لما بنيجي نكتبه في المقايسة بنكتبه كده طبقة لزق ماشي. وطبعا بنحدد مواصفاتها واللزوجة بتاعتها والمعدل بتاعها، اللي هو الوزن لكل متر مربع قد ايه، كم كيلو جرام لكل متر مربع. وبعدين وطبعا بنحدد لها سعر، لان هي بيبقى لها سعر في المقايسة. تمام. بعد كده بقى بنحط الطبقة الرابطة فوقيها. وطريقة التنفيذ دايما دايما وانت بتكتب اي مقايسة بتكتب حسب المواصفات الفنية والكود ماشي، الكود المصري مثلا خلاص، والتعليمات الفنيه لطاقم الاشراف، للاستشاري وطاقم الاشراف ماشي. طيب ايه الفرق بين الكات باك والايمالجنز في القصه دي؟ الايمالجنز على فكره ينفع يشتغل زي الكات باك، الفرق الوحيد بين الايمالجنز وبين الكات باك هو نوع المذيب. نوع المذيب في الايمالجن هو ميه، نوع المذيب في الكات باكس هي مذيبات مختلفه
ماشي، كلها منتجات من منتجات البترول. الفرق الوحيد بين الكات باك والايمالجن هو الحقيقه ان الايمالجن احسن في حاجه، انه بيحافظ على البيئه. يعني ايه بيحافظ على البيئه؟ انت مدوب الاسفلت في ميه، فاللي هيتبخر في الجو ده في الاخر ميه، بخار ميه. البخار الميه اصلا مكون من مكونات الهواء، وبالتالي هو ما بيلوثش الهواء في حاجه، ماشي. لكن الجاز او النفسه او المنتج من منتجات البترول، حتى لو اويل من كرود اويل، لما يتبخر في الهواء فهو عباره عن ايه؟ انتوا عارفين البترول، مش خدتوا كيمياء عضويه في المدرسه؟ ولا انتوا علم رياضه ما بتاخدوهاش، صح؟ لا بناخدها ده. والله. طب الحمد لله. ايه مكونات البترول؟ مش هنفتكره بقى، ده ثالثه ثانوي. هقول لك انا، الكيمياء العضويه كلها كانت سي و اتش او، كربون وهيدروجين وايه واكسجين، ماشي. حبيبات الكربون دي هي حبيبات بتلوث الهواء، تمام. فاحنا بالنسبه لنا يفضل طبعا الايمالجنز عن الكات باكس. الخبره المصريه ما بتفضلش الايمالجنز قوي، لان عملوه في طرق ونتيجه المشاكل في التنفيذ ما كانتش النتيجه كويسه. فلسه في مصر ما فيش اتجاه كبير لموضوع الايمالجنز، بس برضو مؤخرا الدوله بدات تتجه، لان هي تحاول من تحسن من استخدام الايمالجنز في مصر، لان زي ما قلنا هي بتحافظ على البيئه. احنا اتفقنا ان من شويه صغيرين كنا بنتكلم على موضوع السستينابيليتي. حقيقه السستينابيليتي مهمه في كل حاجه، يعني انتوا هتلاقوا في كل المواد اللي انتوا بتدرسوها الدكاتره بتكلمكم عن الموضوع ده، لانه حاجه مهمه جدا. من ضمن الحاجات طبعا، احنا اتكلمنا من شويه عن السستينابيليتي في الطاقه، فهكلمكم حالا عن موضوع السستينابيليتي في تلوث البيئه. احنا بنحاول قدر الامكان في المواد اللي احنا بنستخدمها، مواد احنا كده كده بنستخدمها بتلوث البيئه، بنحاول نغير الفكر ده ونتجه لاننا نستخدم مواد ما بتاثرش على البيئه، لان البيئه دي من ضمن الحاجات الريسورسز اللي احنا هنسيبها برضو للاجيال القادمه. مش عايزين ان الشباب في الاجيال القادمه يطلعوا يلاقوا الدنيا ايه متلوثه وبايظه وفي امراض وفي مشاكل وكلام من ده. فبنحاول ندور على المواد اللي ما بتلوثش البيئه. فلو جينا نقارن ما بين الايمالجنز وما بين الكات باكس، فالايمالجنز اكيد احسن، هيتبخر في الهواء ميه، ميه دي مش مشكله، ميه دي بنتنفسها عادي، هي مكون من مكونات الهواء اللي احنا متعودين عليه. طيب ايه استخدامات الكات باكس وايه استخدامات الايمالجنز؟ لو نبص على الاستخدامات كده، الكات باكس الرابيد كيورنج بيستخدم في التاك كوت وفي السيرفيس تريتمنتس. لو احنا عايزين نعمل معالجه للسطح كده، عندنا شروخ وعايزين نملى الشروخ، ممكن نستخدم فيها كات باكس. الميديوم كيورنج بيستخدم في البرايم كوتس اللي هي طبقه التشريب، والستوك بايل باتشنج ماتيريال، عايزين كده عندنا صيانه وعندنا حفر في اماكن مختلفه، فعايزين مش هنعمل شويه خلطه عشان نعمل باتشه ونرقع حته صغيره على قد الحته دي، بس هنعمل حبه كبار وستوك بايل، يعني نخزن يعني، ماشي، حبه كبار، ونبتدي نعمل الرقع اللي ايه اللي على شبكه الطريق او مجموعه طرق مع بعض. الرود ميكسنج اوبريشنز الخلط يعني. السلو كيورنج بيستخدم في البرايم كوتس اللي هي طبقه التشريب، في الستوك بايلينج وفي الرود ميكسنج زيه زي الميديوم كيورنج بالظبط، ماشي، بس طبعا المده اللي هيقعدها على الطريق هتكون اعلى. الايمالجنز لو بصينا كده بنسميها سلو سيتنج وميديوم سيتنج ورابيد سيتنج. سمعت كلمه سيتنج دي قبل كده؟ الو، التسريب، الترسيب، مش مهم معناها بالعربي، انت سمعتها فين قبل كده؟ في الصحيح ده لو هي اللي بدنا. لا 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 كده مش بتفتكر صح. سيتنج زمن الشك بتاع الاسفلت، ما كانش اسمه سيتنج تايم. اوائل الدفعة بقى هم اللي اتكلموا، مش انا. اوائل الدفعة اللي اتكلموا، انت ما خدتش اسمنت في الماتيريال معانا. انا مش فاكر المصطلح بالانجليزي بصراحة، لكن عارف زمان. لا لا، ما خدناش مصطلح كده بالانجليزي. وانا مش اول دفعة، بس احنا ما خدناش المصطلح ده يعني. بجد خالص؟ يعني ما خدتوش حاجة اسمها البلاستيزرز والسوبر بلاستيزرز اللي هي بتحسن من البلاستيزر ده؟ لا. ماشي طيب. المهم يعني ان في
طيب، خلينا نتكلم على حاجة أنا بحاول أضرب لكم أمثلة بحاجات عارفينها، بس طالما مش عارفينها هنبعد عنها. هي إيه؟ هو كان الفكرة في إن أنتوا في حاجة اسمها زمن الشك، خدتوه في الأسمنت في الماتيريال أعتقد في سنة أولى، وزمن الشك للأسمنت أفتكر يعني لو أنا فاكرة كويس، الله أعلم، بس أنا سنة أولى بتاعتي كانت من يجي 25 سنة ولا حاجة، كان بين 45 دقيقة على ما أعتقد. وكنتوا بتاخدوا تجربة كده اللي هي ان انا اعمل مونة واشوف زمن الشك قد ايه، وان زمن الشك ده انا عايز اعرفه ليه، لانه انا في اوقات انا بستخدم خرسانة بجيبها من خلاطة، فالخلاطة بعيد قد ايه. مش انتوا ساعات كنتوا بتاخدوا ان الخرسانة، في خرسانة جاهزة، في خرسانة بخلطها في الموقع، يكون عندي خلاطة في الموقع، وفي اوقات ايوه تانية كنا بنحط عليها، ايوه ونحط عليها اضافات، صح؟ بنحط عليها اضافات بتقلل زمن الشك واضافات ايوه بتزود زمن برافو، الشك والكلام ده. مبطئة للشك ومسرعة للشك، صح؟ محفزات وحاجات من دي اه وكلام يعني من ده. لما اكون مثلا هصب خرسانة في وقت فيه مطر وكلام من ده، انا عايزها تشك بسرعة، ماشي، لكن لما اكون في مكان بعيد الخرسانة هتجيلي من مكان بعيد، فانا عايزها تستنى شوية ما تبصش قبل، هي لو شكت قبل ما اصبها باظت خلاص هرميها، صح ولا لا؟ طيب ايوه الشك، مظبوط. ماشي ماشي، كل ده ما يهمنيش، والله انا يهمني الحتة اللي جاية دي. يعني ايه بقى شك؟ ان هي تنشف. طب هو بيحصل ان الاسفلت الاسمنت ينشف امتى؟ لما يحصل تفاعل ما بينه وما بين المية، وبتبتدي المية تتبخر، ماشي، والخلطة تنشف، صح؟ مظبوط. عشان كده اسمه سيتنج، المية تتبخر، هي الفكرة هنا. تاني كان اسمه كيورينج، ماشي، عشان اللي بيتبخر ده مذيب، هنا اسمه سيتنج عشان اللي بيتبخر ميه. فهو برضو هيتقسم ثلاث حاجات، ماشي، سلو سيتنج، ماشي، ميديوم سيتنج، ورابيد سيتنج، ماشي. بيعتمد القصه دي، هو بيتعمل سلو سيتنج وميديوم سيتنج ومعدل تبخر الميه ده، بيعتمد هي الاذابه كانت معموله بايمالسفاينج ايجنت ايه، ماشي، عشان يماثل سلوك الكات باك في الابلكيشنز بتاعته. بنستخدم السلو سيتنج في ايه؟ في التاج كوتس وحاجه اسمها الفوكسيل. الفوكسيل ده نوع من انواع اصلاح الاسفلت، لما يكون الاسفلت سطحه خشن فبنرشه باسفلت ساين، وبعدين نحط عليه رمل والرمل عشان يصلح لي السطح يعني، ويروح جاي الهراس ماشي عليه. بعد كده في حاجه اسمها الدنس جريدد كولد ميكسز، الكولد ميكسز اللي معموله دنس جريدد، والميديوم سيتنج برضو كولد ميكسز بس اوبن جريدد. حد عارف ايه الفرق بين الاوبن جريدد والميكس جريدد؟ الاوبن جريدد ده بيبقى فيه تدريج تقريبا ناقص او التدريج مش كويس، الميكس لا، جريدد الجاب اللي ده جريدد بيبقى فيه مقاس ناقص، ماشي. انتوا خدتوا ده في الماتيريال في السويل، بس خدتوا ان انا لما باجي اعمل تدرج لماتيريال، لما اجي ارسم منحنى التدرج ويكون منحنى التدرج منبسط كده على كل المحور اكس بتاعي، فده حاجه جميله جدا. الماده فيها كل المقاسات، وبما ان فيها كل المقاسات فالمقاسات الصغيره هتخش، الحبيبات الصغيره هتخش بين الحبيبات الكبيره وتديني ماده كثيفه، فبنسميه دنس جريد. لما يبقى جاب جريدد يبقى في مقاس في النص فاضي، ماشي، وساعتها هيجي عندي حته كده في النص ايه افقيه، حته في المنحنى كده تبقى افقيه، تمام، منحنى التدرج. في حاله الاوبن جريدد هنلاقيه المقاسات الصغيره قوي والكبيره قوي مش موجوده، نلاقيه مركز شويه في النص، ماشي. فهنا بنستخدم حاجه اسمها ميديوم سيتنج اللي هو نوع من انواع الايمالجنس، والرابيد سيتنج بيستخدم في السيرفيس تريتمنتس. بصوا، او انا عديت الثلاث ساعات كده بس، ما انا هقول لكم والله فصلنا خالص، خلاص ما انا هفصل والله، بس يعني ركز معايا. في عوامل بتاثر على الفايندر، وانا ونص يا حبيبي همشي والله، اديني فرصه اقول لك سلام عليكم، بس اقول لك سلام عليكم واقول لك ان انا هقول الكلمتين دول المره الجايه. العوامل اللي بتاثر على الاسفلت حاجه مهمه، فانا عارفه ان خلاص كده انتوا تشبعتوا الحمد لله، فبس المحاضره الجايه قبل ما نبدا في تصميم الخلطه هنشوف ايه العوامل اللي بتاثر على الاسفلت دي، لان هي هنتكلم عنها واحنا بنتكلم عن تصميم الخلطه. فخلينا الكام سلايد اللي باقيين اللي هم اتنين ولا تلاته دول نشوفهم تاني المره الجايه قبل ما نبدا في تصميم الخلطه. لحد كده اللي قلته النهارده كله مفهوم؟ تمام يا دكتور، بس في سؤال واحد بس، هو
الهوت ميكس اسفلت دلوقتي يا دكتور، لما قلنا في درجه الحراره العاديه اللي هو الكولد ميكس، قلت لنا بتوصل لغايه 60 درجه، امال الهوت ميكس بيوصل لغايه كام درجه؟ 160. ما شاء الله. 160. المره الجايه ان شاء الله واحنا بنتكلم على الخلطه هنتكلم عن عمليه التسخين دي وبتتم ازاي. انتوا في محاضره كامله عن الباتش بلانس اللي هي المحطات انتاج الاسفلت اللي اسمها الخلاطات، يعني خلاطه بتبقى في مكان وانت بت 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 بتعمل حاجه اسمها جوب ميكس فورمولا، تصميم للخلطه معين، وبتتعاقد مع الخلاطه ان هي تطلع لك تصميم الخلطه بالشكل ده. طبعا اللي بيتعاقد المقاول مش انت، يعني لو انت مهندس مقاول هتبقى انت اللي هتتعاقد مع الخلاطه، لو انت استشاري بتعمل مراقبه جوده، فانت بتتاكد من ان اللي بيجي لك ده مظبوط زي الخلطه اللي انت اعتمدتها، لازم تكون اعتمدت الخلطه ووافقت عليها. ماشي. الخلاطات نوعين، حاجه اسمها كونتينيوس خلاطه مستمره طول الوقت بيطلع منها اسفلت، وفي حاجه اسمها بالباتشه باتش بلانس. ماشي. في محاضره كامله بتتكلم على الخلاطات مش هقدر اديها مع تصميم الخلطه، بس هحاول اديك هانتس كده عنها، ان الخلطه بتتعمل ازاي في المعمل وبتتعمل ازاي في محطه الخلط. ماشي. وازاي نقدر نظبط قصه درجات الحراره دي، هنتكلم عنها المره الجايه ان شاء الله. ماشي. دكتوره. يا دكتوره. ايوه بنتي. انا عايزه رقمك. رقمي؟ طب وانا هديهولك على العام كده. ابعتي لي رساله، ابعتي لي رساله، معرفش ازاي. وانا ابعتهولك، او خديه من مندوب الدفعه. هبعت لك رساله على التيم. ما هي على التيمز، هرد عليها على التيمز. انا والنبي مش عايزه بس رقم يكون منتشر، عشان اللي بيجي له مزاج فيكم ان هو يسال ليله الامتحان الساعه 12 بالليل سؤال بيتصل بيا ويصحيني من النوم، فيعني ايه، انا عارفه ان انت ذوق وكل حاجه واكيد عندك سبب يخليك عايزه تتصلي بيا، بس في ناس طيبين كده بيتصلوا بالليل وانا ما بحبش كده. لا مش هتصل، هبعت لك على الواتس لو احتجت حاجه وقت من الاوقات يعني. بس يعني اختاري الاوقات المناسبه ارجوك. خدي الرقم من مندوب الدفعه وقولي لي مشكلتك ايه وانا ارد عليكي. تمام يا دكتور، بعد اذنك يا دكتور. بالنسبه بقى هو الامتحان بتاع